حسني يتأثر على المسرح في الكويت بعد طلاقه من بسمة بوسيل ويوجه رسالة عاطفية: ارجعي لي. تأثر الفنان المصري تامر حسني بشكل كبير على المسرح خلال إحيائه حفلاً غنائياً في الكويت أمس ضمن مهرجان صيف الكويت الذي انطلق يوم 11 أيار الماضي. وأرجع عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون تامر قد تأثر خلال تأدية أغنيته الشهيرة ارجعي لي بسبب حزنه إثر طلاقه من مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، مشيرين إلى أنه يحاول إيصال رسالة لها. وشارك تامر مع متابعيه على حسابه الرسمي عبر إنستغرام مقطع فيديو من أجواء الحفل جمع فيه الكثير من اللقطات المميزة التي كانت في الحفل، أبرزها لقطة تأثره بأغنيته الشهيرة ارجعي لي والتي اندمج فيها بصورة كبيرة. انسى هواك يا حبيبي يا احلى ملاك. وارفق تامر الفيديو بتعليق اوضح من خلاله السبب الذي جعله يتاثر ويندمج بهذه الصوره، وجاء في التعليق: ده ملخص ليكم من حفلة الكويت اللي معرفش يشوف منها حاجة، بس أنا هكتب من اللحظة اللي عدت عليا مع جمهور الكويت العظيم في آخر الفيديو لحظة حب عمري ما هنساها. ارجع لي قلبي معك مش قادر. وتابع: أحياناً الفنان يتأثر ويصل للحظة اندماج وصدق وتوحد مع الأغنية بتخليه يتأثر ويضعف من داخله لدرجة ما حدش ممكن يتخيلها، وده غصب عنه طبعاً بما أنه إنسان قمة السعادة والحب لما الجمهور يحس بكده ويقرر أنه يتحول لقلب واحد وأشوفه فجأة سند وظهر بيشجعني زي مدرب لاعب الملاكمة اللي بيشجع اللاعب بتاعه عشان يقوم يكمل. شكرا 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 من كل قلبي جمهور الكويت الراقي. وكان الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل قد أعلنا طلاقهما رسميا في 27 من شهر نيسان الماضي خلال منشور عبر انستغرام. وكتبت بسمة مستخدمة خاصية القصص المصورة: وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده كلام ربنا في الزواج والطلاق. وتابعت بسمة مؤكدة: لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام. وتوجهت بسمة إلى تامر خاتمة: وربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير يا رب.